كشافة معدية، كشافة بقيعة اللي جت السنة ضيفة، مثل ما سنت جاي انضموا ليلى كمان كشافة خصوطة. هام جدا للمرة الثالثة على التوالي. عمليا الهدف الأساسي كان من إنشاء مهرجان نوتردام هو دعم المؤسسة، دعم الثانوية. قبل سنتين احنا الربح كان من المهرجان كله يستثمر في تطوير المؤسسة وفي بناء المكتبة اللي كلكم شفتوها عبر وسائل الإعلام، المكتبة الباحثة. المشروع الجاي هو مشروع بناء مختبر العلوم الطبية اللي احنا انشأناه السنة وبدينا الفرع السنة، وإنشاء مختبر الكيمياء والبيولوجيا الحديث. أنا بدي أشكركم جميعا لأنه كل شخص وكل إنسان شارك بالمهرجان هو ساهم في تطوير المؤسسة وساهم في دعم المؤسسة. ألف شكر لكم، بتمنى لكم من قلبي كل سنة وانتم بخير، انتم وعائلاتكم، عيد ميلاد مجيد إن شاء الله على الجميع، كل عام وانتم بخير. نشتغل معك، بدنا نعبي استمارة. شو تعبي؟ استمارة. شو هاي شمارة؟ استمارة يعني بسألك كم سؤال وبتجاوبين عليهم في صراحة تامة. بس حياتك اسئلة من الجنار وفوق في اطفال هون. طيب حياتك شو الاسم؟ اسمي ام محمد. لا خالتي، قبل ما تكوني ام محمد شو كان اسمك؟ مرت محمود. خالتي قبل ما تكوني مرت محمود شو كان اسمك؟ خطيبة محمود. خالتي قبل خطيبة محمود شو كان اسمك؟ طليبة محمود. خالتي قبل ما تتشحري مع محمود؟ قبل عم بحاول اتذكر. تذكر شو شو وانا صغيرة. وين صغيرة؟ بنت علي. خالتي تجننيش، ما هي الوحدة بتخلق وبتموت بتعرفش شو اسمها. اسمك وخلاص. اسمي وخلاص. صحيح شبكة. ايش؟
السلام.